قدم سفير الفرنسي لدى البلاد أوراق اعتمادية كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لفرنسا لدى تشاد إلى الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي بمدينة أنجرس. وزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية محمد إسماعيل شيبو يعقد سلسلة من اللقاءات جمعته بشركاء البلاد في مجال التنمية. وزير العدل وحقوق الإنسان قام برفقة وزير البنية التحتية والنقل قام بزيارة إلى السجن المركزي لتفقد سير عمل المشروع. النشرة الرئيسية من الفضائية التشادية، أهلا وسهلا بكم. قدم صباح اليوم السفير الفرنسي لدى البلاد أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، كان ذلك بالقصر الرئاسي بمدينة أنجرس. رشاد حسن طه. القصر الرئاسي بأنجرس كان هذا الجمعة مسرحا لتقديم السفير الفرنسي الجديد لدى البلاد بلتران كوشيري أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلاده بتشاد مع الإقامة بأنجمينا. فخامة السيد الرئيس، لي عظيم الشرف أن أقدم لكم أوراق اعتمادي كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلاد فرنسا لدى جمهورية تشاد مع الإقامة في العاصمة أنجمينا. مناسبة تقديم أوراق الاعتماد كانت بحضور وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والمهجر شريف محمد زين والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية ومعاون فخامته بالمكتب المدني والعسكري. المناسبة سمحت للسفير الفرنسي الجديد التباحث مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عن عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك، خاصة التعليم والتبادل الخبرات في مختلف المجالات بين أنجمينا وباريس. أنا سعيد اليوم لتقديم أوراق اعتمادي لرئيس الجمهورية، مناسبة انتهزت فيها الفرصة وتبحثت مع الرئيس عن العلاقات بين بلادي وتشاد، وأن بلادي تثمن جهود تشاد في الساحل ومحاربتها للإرهاب، ونحن نقف معها في ذلك. كما أشيد بالتقدم الذي تشهده تشاد في مختلف المجالات. pour la sécurité de la bande sahélo-saharienne, mais nous avons aussi parlé des enjeux de développement du pays. الدبلوماسي الفرنسي صاحب الخبرات الدبلوماسية بلتران كوشيري كان سفير لبلاده بغينيا كوناكري وبرازافيل قبل أن تسلم له مهمة الهيئة الدبلوماسية لبلاده فرنسا بالبلاد. استقبل صباح اليوم الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بهيمي ديبي وفد من الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بقيادة المدير الإقليمي لأفريقيا في إطار التعاون القائم بين البلاد والاتحاد في مجال تنظيم الأسرة. أبرز المواضيع التي تصدرت هذا اللقاء عثمان عبد الغني وتفاصيل. الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة قسم أفريقيا يسعى دائما من أجل مساعدة ودعم الحكومة التشادية في سياساتها الرامية لتنظيم الأسرة بالبلاد وتقديم الصحة والخدمات التي يحتاجونها. في هذا الصدد التقى وزير الدولة الوزير الأمين العام لرأس الجمهورية كالزيبي بهيمي ديبي بالمدير الإقليمي لأفريقيا أنطوني روزاريو ميكيسي رفقة عدد من مساعديه ومسؤولي الجمعيات والمنظمات التشادية التي تعمل مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في تشاد. اللقاء حضره عدد من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني وبعض من المستشارين برئاسة الجمهورية. المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة قسم أفريقيا أكد لوزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي بهيمي ديبي بأنه يعمل في تشاد من أجل أعلى ممكن فيه لجميع النساء والرجال والشباب للوصول إلى الصحة سواء المعلومات أو الخدمات والاعتراف بالجانب الطبيعي من أجل حياة كريمة وإنسانية كحق أساسي للأسرة. من جانبه أكد وزير الدولة لوفد الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بأن الحكومة التشادية ما زالت تقدم الأحسن بهدف تنظيم الأسرة في تشاد وتحسين نوعية الحياة للأفراد لتوفير الصحة الإنجابية والحقوق من خلال تقديم الدعوة والخدمات.
وخاصة بالنسبة للفقراء والضعفاء. أنطونيو روزاريو ميكيسي قال الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة يدافع عن حق جميع الناس في التمتع وتوفير الصحة ومحاربة الأنف، وأضاف بأن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة قسم أفريقيا سيدعم الحكومة التشادية في هذا المجال تنظيم الأسرة. عقد وزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية محمد إسماعيل شيبو سلسلة من اللقاءات جمعته بشركاء البلاد في مجال التنمية، حيث التقى بممثلي كل من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية إلى جانب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. حسن جدة. دفتر أعمال وزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية اللامركزية محمد إسماعيل شايبو كان هذا اليوم الجمعة 18 من أكتوبر حافلا بالأنشطة، بدءا بالمقابلة الأولى التي جمعت الوزير مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي يقوده برتراند سوري سفير الاتحاد الأوروبي بتشاد ورئيس البعثة. فأقبل مقابلة قال ممثل الاتحاد الأوروبي إننا ناقشنا مع الوزير مسائل متنوعة من بينها موضوع الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، حيث أكدنا للوزير جاهزيتنا لدعم هذه الانتخابات وفقا للجدول المخطط لها. كما أطلعنا الوزير على مسألة الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من مشروع دعم جمعيات المجتمع المدني بازوك الذي ينشط بعدد من المناطق بتشاد بدعم من الاتحاد، وذلك نظرا للنتائج الجيدة التي حققها خلال المرحلة الأولى. وأخيرا اتفقنا على التوقيع على اتفاقية بين الحكومة والاتحاد لدعم الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية. أما المقابلة الثانية فقد جمعت الوزير شايبو بوفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب تشاد التي قال ممثلها مباوبا بيلي بأننا ناقشنا مع الوزير برنامج عملنا بتشاد فيما يتعلق بشؤون اللاجئين بتشاد التي تأوي اللاجئين منذ قرابة 14 سنوات، وهذه المناسبة سمحت لنا بالتحدث حول زيادة المبادرات لمساعدة اللاجئين الذين بلغ عددهم الآن 5000 لاجئ تأويهم بلاد تومي. عقب ذلك وصل إلى مكتب الوزير وفد آخر يضم كل من ميكائيل جيلوي ممثل مؤسسة بيل ميليندا جيت الأمريكية، وأحمد إيا ممثل رجل الأعمال وصاحب مؤسسة دانغوتي إليكو دانغوتي، حيث أكد ميكائيل جيلوي بأنهم جاءوا بهدف إطلاق حملة لتطعيم الأطفال ضد الأمراض الوبائية حيث تشمل 3 ولايات وهي حجر لميس كانيم والبحيرة. أما المقابلة الرابعة والأخيرة فقد جمعت الوزير بوفد برنامج الأمم المتحدة للتنمية بينيت الذي جاء بقيادة كالور فلور ممثلة البرنامج في أواخر يونيو الماضي وخلال مؤتمر الولاة بدولة النيجر الذي شارك فيه كل من حاكم ولاية حجر لميس والبحيرة. تأهد البرنامج على دعم البلاد في بسط الأمن والاستقرار في المنطقتين، وهذا أول ملف ناقشناه مع الوزير بحسب ما صرحت به كالور فلور عقب خروجها من المقابلة. وأضافت بأنهم ناقشوا أيضا موضوعا ثانيا يتعلق بدعم البرنامج للحكومة التشادية لتنظيم الانتخابات المقبلة حسب وقتها المحدد. قام صباح اليوم وزير العدل وحامل الأختام المكلف بحقوق الإنسان جمعي عربي برفقة وزير البنية التحتية والنقل بزيارة إلى السجن المركزي بكليسم قيد وهو قيد التشييد. سمحت هذه الزيارة لوزير العدل بالوقوف على سير العمل ومعرفة ما إذا كان المشروع مطابقا لقوانين حقوق الإنسان. عز الدين الأمين. استطلع وزير العدل وحقوق الإنسان جمع عربي رفقة وزير البنية التحتية والنقل عبد الرحمن مختار محمد استطلع السجن المركزي قيد التشييد بمنطقة كليسم التي تبعد عن العاصمة جمينة بنحو 20 كيلومترا. هذا المشروع الذي بدأ العمل فيه منذ سنوات توقف عدة مرات نتيجة الأزمة الاقتصادية وفشل الشركات التي تعاقبت على تنفيذه، إلا أن الشركة الجديدة التي تسلمت زمام الأمور منذ شهرين نفذت 30% حتى الآن. هذا ما أكده وزير العدل وحقوق الإنسان بعد أن اطلع على جميع مرافق المنشأ. ودينا شفنا كدر خدمة ماشي أديل وناس فاتوا 30% دي من شهرين اليوم ده يخدموا ده وشغلهم ده 6 شهر، دونك كدر 4 شهر الفضل ده
عنكم الخدمة دي يكمل إن شاء الله. من جهته وزير البنية التحتية والنقل عبد الرحمن مختار محمد أكد على أن السجن يبنى وفق المعايير العالمية المراعية لحقوق الإنسان. جينا لنشوف يعني تقديم الأمل وما شاء الله دونك زي ما لاحظتوا بدأوا في الخريف لكن الخدمة ماشية يعني في الوقت الواجب. هذا نظام يعني عالمي يعني احنا السجون دونك ونحن شلنا البلان ده وفي البلان ده دارين نعمل خوي ده يعني ماشي نورمال. ويبنى السجن المركزي بكلاسم على مساحة تقدر بحوالي 1170 مترا مربعا، ووفق مسؤولي الشركة المنفذة له فإنه سيتم تنفيذه خلال الأشهر الأربع المقبلة. أطلقت صباح اليوم وزيرة المرأة وحماية الطفولة أرجون جلال بمدينة أبشة الحملة الوطنية للتوعية وتعميم السياسة الوطنية للجنسين. خالد موسى الحاج. اعترافا من الحكومة التشادية بأهمية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها شريكا للرجل في عملية التنمية، جاءت السياسة الوطنية للنوع التي تتبنى مفهوم المساواة بين الجنسين في الحقوق. وفي هذا السياق فقد ترأست وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني أرجون خليل جلال انطلاقة الحملة الوطنية للتوعية وتعميم السياسة الوطنية للنوع في ولاية والدعي. وقد جرت المناسبة بصالة الاجتماعات التابعة للولاية بحضور والي ولاية والدعي والسلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية والدينية. في البداية تناولت مندوبة الوزارة في ولاية والدعي نفيسة يعقوب مصوبا الحديث ورحبت بالحضور الكبير الذي يؤكد الاهتمام بالسياسة الوطنية للنوع. كما قدم رئيس قسم المتابعة للسياسة الوطنية للنوع بالوزارة سليمان ترالات عرضا ملخصا لمحتوى السياسة الوطنية للنوع التي تم اعتمادها في العام 2017، كما تطرق إلى الاستراتيجيات والمحاور التي ترتكز عليها. ولي ولاية والدعي رمضان إردبو في كلمته أكد اهتمام الحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية بالنهوض بالمرأة والشباب، وقال إن ولاية والدعي واحدة من ثلاث ولايات تعاني بعض الممارسات السلبية كزواج القاصرات والختان وتراجع تعليم الفتيات، لذلك أكد تعهده الكامل بدعم الوزارة في مهمة تنفيذ السياسة الوطنية للنوع. شغل العنصرية يبقى بين المرأة ورجل نخله، ولا بد أطفالنا نربوه بتربية سليمة، تربية بعيد من العنصرية والكراهية والحقد. ده سياسة كبيرة وغرمات الشرط شعرها. أما من جانبها وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني أرجون خليل جلال فقد أشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن التنمية دون ترقية المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وهسه جيناكم هنا ده عشان نقول البوليتيك ناسيونال شوب ده ما خدم انت المينستر انا المرأة، لا، والخدمة دي خدمة انت الشعب، خدمة انت المواطنين وخدمة انت الكل. لحد اما هلا ما قال يا قال قاعدين في اللدى قاعدين في البيوت كاربين ايالهم لازم يسنسبليزي هو ويوقوهم عشان يفهموا البوليتيك ناسيونال جار والكونسبت جار له شنو. البوليتيك ده هسه مش ما فسر لكم عشان المرأة عندها أدواء الكونستيتيسيون هنا كل قاعدة، والراجل عنده حقوق والمرأة كل عندها حقوقها، الطفل بحقوقها، كبار السن عندهم حقوقهم، ولازم الحقوق دي نواسون. هذا وفي ختام المناسبة سلمت الوزيرة نسخة من الخطة الوطنية الخمسية لتنفيذ السياسة الوطنية للنوع إلى كل من والي ولاية والدعي وسلطان دار والدعي. كما وقع والي ولاية والدعي رمضان إردبو على تعهد رسمي لتأكيد التزامه على رأس الولاية بتنفيذ السياسة الوطنية للنوع.
أزيل الستار على أعمال الورشة التدريبية التي نظمت لصالح أعضاء المجلس الأعلى للتجمعات المستقلة والشيوخ التقليديين، كانت حول اعتماد ووضع خطة عمل لتسيير المجلس بحضور المفتش العام بوزارة الأراضي ممثلا للوزير إلى جانب عدد من المشاركين. عائشة دوكي. مسير أعمال المجلس الأعلى للتجمعات المستقلة والشيوخ التقليديين المقرر في عام 2020 إلى عام 2022 قد رسمت خطواتها ومهد لها الطريق لتكون خارطة عمل. ها هي تعتمد في نهاية أعمال الورشة التي شارك بها أعضاء المجلس وتدارسوا فيها الاستراتيجية المثلى لتنفيذ مهام المجلس. المجلس فكر في نظام الحل الحصة البلد ده بواجب لأن خطوة استراتيجية حتى نقدروا نواصلوا ونطلبوا من الحكومة من الرئيس الجمهورية عشان يحل المشاكل الحصل هذا الموجه. بينما ركزت التوصيات على ضرورة نشر السلام بين أفراد المجتمع. من ضمن الركومنداسيون المهمة طلعنا به لازم يكون تعايش سلمي في بين التشادين عامة وخاصة بين الرعاة والمزارعين، ده الشيء المهم. وكمان إضافة على ذلك لازم يكون عندنا توعية وجميع المجتمع من أجل التعايش السلمي، لأن بدون تعايش سلمي وبدون سلام ما فيش تنمية. رئيس المجلس الأعلى للتجمعات المستقلة والشيوخ التقليديين في خطابه الختامي هنأ المشاركين في أعمال الورشة بخروجهم بنتائج وتوصيات خلال فترة زمنية وجيزة من عمر الورشة، والتي تتوافق مع رؤية السلطات العليا في جعل البلاد محط أنظار العالم في السلام والتعايش السلمي. نظمت يوم أمس اللجنة الانتخابية المستقلة دورة تدريبية لصالح عدد من الشباب بمختلف دوائر العاصمة أنجمينا. الورشة كانت حول أهمية الانتخابات الوطنية التي تنظمها البلاد. حواء آدم هارون، قراءة محمود مسرفيل. من أجل سير أعمال الانتخابات المقبلة بصورة مطلوبة وشفافة في جميع الأراضي الوطنية، جاءت هذه الانطلاقة الرسمية لفعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة سيني لصالح عدد من الشباب والشابات القادمين من مختلف الدوائر العشر بأنجمنا. في كلماتها الافتتاحية لهذه الدورة، أمينة إحمر ترنا رئيسة اللجنة الفرعية لقسم التدريب والإعلام أوضحت في حديثها عن أهمية الدورة وكيفية تدريب المشاركين لتلقي الخبرات والمعلومات على العمل الدؤوب في الانتخابات المقبلة. أما المدير العام للمكتب الدائم للانتخابات طلب من المشاركين الاهتمام بالمعلومات التي يتلقونها خلال هذه الدورة. أنتم معلومات لدي ممبرو معنا السيني اليوم أنا أنجمينا لبساعدهم في عملهم عن باكر، عندهم مسؤولية كبير ينظموا انتخابات هنا في أنجمينا، واجب ننتم معلومات لكن ما نمدى يمشي كويس. كارتوغرافي إلكترال حس حاليم قايد أنا ساعدنا مشينا في الإلكسيون 2016، واجب كارتوغرافي ده نعدبتته في اليوم أردوناس أنا أردوناس 001 خيرت نظام أنا دولة. ونشير إلى أن هذه الدورة يشارك فيها 45 مشارك ومشاركة وتستمر لمدة يومين على التوالي. ترأس ولي ولاية وادي فراء إسحاق أحمد مناسبة التسليم والتسلم بين المحافظ الجديد والسابق لمقاطعة إنيدي، كان ذلك بحضور عديد من المسؤولين الإداريين والعسكريين. محمد صالح النور. استلم المحافظ الجديد لمقاطعة إريبا بحر الدين طاهر صالح محامه رسميا خلفا لصالح تجاني حجار، وذلك طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 1536 الصادر في 17 من سبتمبر لعام 19 بعد 2000. وقد أشرف على عملية التسليم والتسلم ولي ولاية وادي فيرة اللواء إسحاق أحمد أرجا وبحضور رؤساء الأقسام الإدارية المدنية والسلطات التقليدية والعسكرية
تحدث في بداية المناسبة المحافظ المعقد إبراهيم طاهر الذي بدوره أعطى نبذة وجيزة عن الأحوال العامة للمحافظة، ساردا في الوقت ذاته الإنجازات التي حققها في الفترة التي أدار فيها شؤون المحافظة. وفي حديثه التنصيبي اللواء إسحاق أحمد أرجا ولولاية وادي فيرة سمنا الإنجازات التي حققها المحافظ السابق كما تقدم له بالشكر والإرفان باسم الجمهورية، طالبا في ذات المضمار من المحافظ الجديد إلى التحلي بروح المسؤولية والسعي في التنسيق والإشراف على جميع الأعمال الإدارية المحلية والإدارة الأمثل للموارد المالية والبشرية وفرض السيادة وسلطة الدولة والمحافظة على أمن وسلامة السكان وترقية التعايش السلمي مع تطبيق قوانين الدولة. المحافظ الجديد بحر الدين طاهر صالح وفي خطابه شكر السلطات العليا للبلاد للثقة التي منحته إياه، موضحا أنه يعمل طبقا لقوانين الدولة وبالتعاون مع الكل. وبعيدا عن تنصيب المحافظ الجديد، عقد والي ولاية وادي فيرة لقاء مع رجال الأمن والسلطات الإدارية والتقليدية، وقد أعطى الوالي تعليمات صارمة من أجل تعزيز الأمن والسلام بالمحافظة. قام والي ولاية إنيدي شرق بزيارة إلى بعض المزارع بمدينة أم جرس لتفقد إنتاج المزارع لهذا العام. رافق الوالي في هذه الزيارة عدد من أبناء المنطقة. زكريا يحيى. تحدي لمن يعتقدون بأن الصحراء لا تنبت أبدا، أثبتت هذه الأرض الشبح الصحراوية الواقعة بمقاطعة باو على بعد 55 كيلومترا شمال مدينة أم جرس بأن ذلك غير صحيح. سرادة ومن هنا 37 كيلو، من هنا هارب 12 كيلو، وهذه كل سنة بس ما عندنا قدرة ما نعرفها داير سرادة نتربو من 2015 جاي. يعني الله يوفق، ده مطر ذاته كويس، يعني مطر ده ساعتنا كويس، حسي قاعدين نظرة فيه، لكن ندور مساعدة فنية ومساعدة بآلات زراعية من الحكومة. محل اسمه هنا وده الطارع موجود، أثناء الزراعة موجود، والناس الزراعة ده كله كلها شكرا شغلكم ده ما تحلو، وأنا كل نور الحكومة ويساعدها. العودة إلى الزراعة من اهتمامات السلطات العليا بالبلاد بعد هبوط سعر البترول في الأسواق، أو بالأحرى التخوف من زواله يوما من الأيام. السيد رئيس الجمهورية إدريس ديفيتنو وجهنا أنواع الشعب في هذه يعني الزراعة والري الركيزتين الأساسيتين لتنمية البلاد، وأرسل نداء خاص لوكالة التنمية الريفية لكي يعني يهتم بهذه الزراعات ويدعمهم بالمبيدات والتقنيين. ضرب أبناء باو مثلا للفهم الصحيح للعودة إلى الأرض وأهميتها للإنسان والحيوان والبيئة. وصلت يوم أمس النائبة البرلمانية نور الشام رمضان إلى قرية كنجي الواقعة بالدبابة بولاية حجر لميس بهدف توعية المواطنين حول التعايش السلمي بين المزارعين والرعاة بحضور رئيس مركز إداري الدبابة بخيت حسن. التفاصيل لدى آدم حنفي. هكذا تصل النائبة البرلمانية نور الشام رمضان إلى قرية كنجي الواقعة بمركز إداري الدبابة، زيارة تقصد فيها توعية المواطنين على ثقافة التعايش السلمي وخاصة المزارعين والرعاة. في كلمته بهذه المناسبة عمدة محافظ بقرو أوجل يوسف بشر شكر النائبة البرلمانية على هذه الزيارة، مؤكدا أنها تسهم في تعزيز اللحمة الاجتماعية بين أبناء المنطقة. رئيسة البعثة النائبة البرلمانية نور الشام رمضان أشارت إلى أهمية هذه البعثة، مؤكدة في حديثها ليس لتنمية منطقة بدون وحدة وتكاتف أبنائها. دائما رئيس الدولة رئيس الجمهورية إدريس ديفيد نودا ده شيء ده حمى شديد. الآن بقول التعيش السلمي، التعيش السلمي ده بقول شنو؟ بقول لازم تقولوا سوا، تكونوا سوا، فانتوا أخوان، والكلام ده مهم. ما في مشاكل حاجة صغيرك بس خلاص، قال اليوم البقرة والمزارعين عملوا مشاكل وأجوا تعالوا والحكومة قاموا تعالوا والرئيس إدريس ديفي كمان ما بنوم يا جماعة. مهم الشعب ده شيء مهم شديد يا أخواني.
ولم تنسى رئيسة البعثة نور الشام رمضان جهود رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو حول إنشاء بلدية كنجي التي تعد من ثمار الجمهورية الرابعة. أشكرون السيد الرئيس إدريس دبي إتنو بكون بلدنا دي كنجي دي سواها لنا قومين مثل القومينات الآخرات. يا جماعة الراجل ده قال لكم أنا أشكروها، شكرا له وألف شكر. من جانبه رئيس المركز إداري دبابة باقيد حسن أشاد بهذه الخطوة مطالبا السكان أيضا الوقوف خلف رئيس الجمهورية حسن هو الآخر إلى أبناء المنطقة حول ضرورة التمسك بالتعايش السلمي. مناسبة قدم فيها أعضاء البعثة أدوات رياضية إلى لاعبي كرة القدم لكل من كانتو ميغانا وكانتو كينجي، وأيضا قدموا زي سياسي لمناضلي الحركة الوطنية للإنغاز. وفي نهاية المناسبة قام كل من رئيس المركز الإداري والنائبة البرلمانية والوفد المرافق لهما إلى ساحة التي خصصت لبلدية كينجي، وذلك من أجل وضع حجر الأساس للبلدية. شهد مقر بلدية الدائرة الثالثة تقديم شهادة تقديرية لعمدة الدائرة الثالثة إدريس سامي ميشيل ميشو لفوزه في المسابقة الشبابية ضمن منافسات الدوائر العشر بالعاصمة لإنجاح المشاريع الصغيرة بهدف مكافحة البطالة. أميرة سعيد. إن البلدية الثالثة أثبتت وجودها من بين الدوائر العشر الموجودة بالعاصمة أنجمينا، ويرجع ذلك للفوز الذي أحرزته في المسابقات الشبابية التي شارك فيها مجموعة من الشباب بتقديم مشاريع لخدمة المجتمع، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع إعادة ومعالجة المخلفات إلى سلعة يستفيد منها المواطن التشادي، بما أن هنالك قوانين تمنع قطع الأشجار بطريقة عشوائية، فهذا المشروع يعمل على تحويل الأوراق والبلاستيك إلى طاقة نظيفة. وبهذه المناسبة تحدث عند بلدية الدائرة الثالثة إدريس سامي ميشو ميشيل شاكرا كل من ساهم في إنجاح هذا العمل، سيما المنظمات التي مكنت الشباب على الاستفادة من هذه النفايات والمخلفات. من جانبه مدير المشاريع والتكنولوجيا لشبكة الشباب من أجل التقدم إلفيس رواس جونيور قال من دور الشباب أن يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدية، وطلب من البلدية والشركاء رفع كفاءات الشباب وذلك بمشاركتهم في الدورات التدريبية والمشاريع التنموية. ونذكر بأن مثل هذه الدورات التدريبية تعمل على رفع الروح المعنوية للشباب ودفعهم لابتكار مشاريع جديدة والتقليل من البطالة في الوسط الاجتماعي. نظمت دائرة سبعة حملة إخبارية توعوية حول إيرادات قطاع الصناعات الاستخراجية في جد، التي نظمتها المبادرة من أجل شفافية في الصناعات الاستخراجية في جد. منى حسن سكايا والمزيد. بهدف توعية المواطنين في تهيئة الظروف والآليات اللازمة من أجل الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية في جات، ولأهمية هذا الدور التوعوي اجتمع ممثلي مبادرة من أجل الشفافية في صناعات الاستخراجية في جات مع مستشاري ومندوبي الدوائر بالدائرات السابعة لإطلاق حملة إخبارية وتوعوية حول إيرادات قطاع الصناعات الاستخراجية وتنفيذ جوانب المعايير على مواجهة كافة التحديات. وخلال هذا الاجتماع عرض تقرير مفصل في صناعات المستخرجة في عام 2015 إلى 2016. في مداخلته نائب منسق مبادرة من أجل الشفافية في تشاد حسين وادي أوموكو قال إن المبادرة الشفافية في صناعات بدأت في تشاد منذ عام 2007 وتم إعلانه رسميا في عام 2014، وطلب من مناديب المربعات ورؤساء الأقسام لإرسال المعلومات وتوضيحها للمواطنين بصورة جيدة حول البيانات الخاصة بالصناعات الاستخراجية. خبير إعلامي في قسم المبادرة في الصناعات الاستخراجية في البلاد أوضح أن فحوى من اللقاءات التوعوية الدعوة الجمعية فوق هذه دارين نعمل توقية لكل السكان هنا ستي مارون ديسمان عشان يعرفوا شنو الانتاج هنا للبترول، يعني شنو الشركات الدخل البلد اللي جاء كم القروش الشركات دفعوين للحكومة. ونذكر إلى أن هذه الحملة تشمل كافة الدوائر العشر بالعاصمة وتستمر لمدة أسبوعين على التوالي. قال
قام أعضاء الرابطة مكافحة مرض السرطان قاموا بحملة توعوية بداخل جامعة هيك تشات حتى تتعلق هذه الحملة حول مخاطر السرطان. خليل حسن. لا تزال تتواصل أعمال الحملة الخاصة بتوعية المواطنين حول مخاطر السرطان التي نظمتها الرابطة الكادية لمكافحة السرطان تزامنا مع شهر أكتوبر الوردي، حيث التقى أعضاء الرابطة هذه المرة مع طلاب جامعة هيك تشات، وكانت مواضيع الصحة والوقاية من الإصابة بالسرطان وكيفية العناية بالصحة أثناء الإصابة بهذا المرض حاضرة في هذا اللقاء، حيث تحدث الأمين العام النائب لجامعة هيك تشات عن أهمية أنشطة أكتوبر الوردي في توعية المواطنين والحد من مخاطر السرطان. أما رئيسة اللجنة المنظمة زهرة إبراهيم إتنو فقد أشادت بإقبال المجتمع ومساهمته في أنشطة الرابطة، مشيرة إلى أن هذا التجمع يوحي بوعي المجتمع بمخاطر السرطان والبحث عن طرق للحد منه. رئيس الرابطة التشادية لمكافحة السرطان الدكتور ماناكاسي بالما شرح للحاضرين أسباب الإصابة بالسرطان وكيفية الوقاية منه، داعيا الطلاب إلى نقل المعلومات وتوعية المواطنين. هذا وقد شهد اللقاء أيضا مداخلات من قبل الطلاب واستفسارات حول إمكانية تأسيس نادي توعوي مشترك بين أعضاء اللجنة والطلاب حتى تعم الفائدة. وقد وعد أعضاء الرابطة التشادية لمكافحة السرطان بإنشاء هذه النوادي في عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية بالبلاد. شهد المعهد العالي لأعداد المعلمين مناسبة عرض رسالة الدكتوراه في العلوم التربوية بحضور عدد كبير من الباحثين والأساتذة. الطيب مدثر. من أي محاربة الأمية وابتكار حلول وخلق أفكار جديدة لمحو الأمية لفئة الكبار في البلاد، جاءت مناسبة عرض رسالة الدكتوراه في العلوم التربوية تحت عنوان تقارب طرق نوعية محو الأمية وتعليم الكبار في تشات مدينة مالا نموذجا، مقدمة من قبل الدكتورة حميدة أبو راس رحمة. أن مما لا شك في التعليم يساعد في تغيير السلوكيات في المجتمع وهو الطريق إلى التنمية، هذا ما دفع الباحثة الدكتورة حميدة أن تتخذه عنوانا. دابا خلاني شفت شلت التمن الفابيزاسيون وما رانا شلت بالا عشان في ريجون انا تشاد لان شيف بالا دا الفابيزاسيون في تشاد كري من ديبي 1962 مي بالا دا كري افون لانديبندانس الفابيزاسيون دونك دابا انا شلت شوايغي نقول نشيل بالا. من جانبه المدير العام للمعهد العالي لإعداد المعلمين بأن جمينا محمد علي مصطفى أكد بأن موضوع الأطروحة يعد مواجهة حقيقية لمسألة الأمية في تشات التي أصبحت عائقا حقيقيا للتنمية، مشيرا بأن هذه الرسالة ستدعم البرنامج التعليمي للمعهد. مستشار وزير التعليم العالي والبحث والابتكار المكلف بالتنمية اللغوية ممثلا لوزير التعليم العالي أشار بأن أطروحة الدكتوراه هذه تعد إضافة حقيقية في مجال البحث العلمي. نشيل بما قامت به وحصول على هذه الشهادة أيضا فرحة بالنسبة لوزارة التعليم العالي التي تسعى في الآونة الأخيرة لتطوير التعليم العالي في البلاد من خلال إنشاء الأكاديميات وفتح مرحلة الدراسات العليا. هذا وأن الدكتورة حميدة أبو راس هي من مواليد عام 1975 بمدينة جمينة، وقد ناقشت رسالة الدكتوراه بجامعة مروة الكامورونية بتاريخ 7 أكتوبر من العام الجاري ونالت بهذا مرتبة الشرف. اختتمت أعمال الورشة التدريبية التي نظمها مركز التوجيه والتدريب ومبادرات التنمية. عبد القادر هارون. خلال 24 ساعة استفاد المشاركون في الدورة التدريبية الخاصة بمدرسي مركز التوجيه والتدريب ومبادرات التنمية كوفيد فنون تربوية مختلفة تتماشى مع برنامج المقرر الدراسي لمركز التوجيه والتدريب ومبادرات التنمية وفقا لبرنامج وزارة التعليم العالي. المدير العام لمركز كوفيد أثناء خطابه الختامي لنهاية فعاليات الدورة التدريبية التي نظمت بمناسبة الدخول الأكاديمي قال من الضروري تنظيم مثل هذه الدورات التي ترفع
والترفع من قدرات ومهارات الأساتذة بالمركز من أجل تقديم رسالتهم النبيلة وتخريج قيادات في المجالات الصحية والإدارية. أما رئيس قسم التدريب بوزارة الصحة العامة ركز على احترام المعلم ومكانته في النظام التربوي نظرا للدور المنوط الذي يقوم به تجاه مجتمعه، وللإشارة فإن تدريب الموارد البشرية أمر لا بد منه لكل مؤسسة حكومية كانت أو أهلية، وهذا من أجل تحقيق الأهداف. وحول أهمية النظافة وغسل الأيدي بالصابون، قام مكتب الصحة والبيئة بحملات توعوية بكل من الدائرة 8، 9، و10. هارون أبادة وتفاصيل هذه الحملة. بهدف توعية المواطنين للحفاظ على نظافة الجسم والملابس وأيضا نظافة البيت، فإن مكتب دعم الصحة والبيئة باس نظم هذه الحملة في الدائرة 8، حيث رحبت عمدة بلدية الدائرة 8 فاطمة يحيى عبد الله بهذه الخطوة، ونشدت سكان الدائرة على الاهتمام بالنظافة قبل وبعد تناول الطعام وعند الخروج من المرحاض، وأيضا الاهتمام بنظافة الأطفال. كما تحدث المسؤول الصحي الذي أكد أن غالبية الأمراض والأوبئة تنتج بسبب تراكم الأوساخ، لذا يجب رمي القمامة في الأماكن المخصصة لها. كما شملت الحملة أيضا الدائرة 9، حيث أشادت النائبة الثانية للعمدة بهذه الحملة، وهي الأخرى شددت على ضرورة العمل بالنصائح التي يقدمها الأطباء وأخصائي النظافة. ممثلة مكتب دعم الصحة والبيئة باس فاطمة جادة قالت إن الهدف من هذه الحملة التوعوية هي تذكير المواطنين بأهمية النظافة للحفاظ على الصحة العامة والصحة البيئية. كما تداخل بعض الحضور معقبين عن أسباب تراكم الأوساخ والمياه الراكدة، وذلك بسبب غياب المجاري المائية وقلة سلات القمامة. وفي الدائرة 10 شارك بعض من مندوبي الحاراض ورؤساء المربعات وعمدة بلدية الدائرة 10 محمد توم نويري، الذي أكد التزام إدارة البلدية بمساعدة المواطنين من خلال إزالة الأوساخ وشق المجاري المائية، ودعا المواطنين إلى العمل بهذه الإرشادات. وتعاقبت المداخلات بالتركيز على الاغتسال والاستحمام بالماء النظيف والصابون لتفادي بعض الأمراض مثل الملاريا والحمى وغيرها، والحفاظ الجيد للأطعمة وعدم ترك المخلفات في متناول الأطفال. والملاحظ أن هذه النصائح وجدت اهتماما كبيرا من المشاركين. قدم رئيس شبكة الفنون والمسرح حديثا صحفيا حول النزاعات القائمة بين الرعاة والمزارعين، ومتطرقا في حديثه إلى البحث عن آليات وحلول لهذه المشكلة. جزء من حديثه: أننا سوينا شيء وعلى الشيء سوينا سوينا لجاب عشان بلدنا واجه صعوبة كتير مع ناس المزارعين، ناس البيار البقارة، يعني حصل فيكم شيء كتير. الناس وقفوا مام، لازم أنينا كل الأرتيست نقف، كان بالتياتر كان بأغاني، عشان أنينا كل نشاركوا. سوينا على الكليبس فيديو، ناس قاعد بيشاهدوا عليهم في تيلي شات، قاعد بيشوفوا بحجي في المزارعين ناس البيار والبقارة، بطان هم ناس البادية برا ما بقدروا بيشوفوا تيلي، ما عندهم وقت. سوينا لهم كارت ميموار البودوسي في التليفون ده، عشان ياتوكل يقدر يلقى ويدس في التليفون عشان بقدر بيشيف. وبالتان ده سوينا ايبيزود 15 هسا قايد، وال15 ده كل ان شاء الله في الاوقات الجاية ده نقدروا تلقوا وتشاهدوا وتشوفوا. وبهذا الحديث الصحفي ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.